سيرين يلا انتبه انتبه توقع يا بريد. كيف حالك؟ عم بتصور كنت اوكي مثل العاده بدي جرسني منوره بوجودك اشتقت لك علي. انا اشتقت لك اللي زمان ما شفت. عندنا فيديو كثير مهضوم انا وياك كل العالم بترجع بتعيده وبرجع بشوفه على السوشيال ميديا لما نسيت الميكرو. متعلقه دائما. مرسي حبيبي. شو سر قوة سيرينا ومن وين بتستمدي قوتك؟ قوتي؟ ليك اوقات كثير من الضعف. من الضعف بتستمد قوة لأنك بترفض الضعف. بتتذكر القوة دغري إنه لا أنا مش خارج أنا ما انخلقت لكون ضعيفة، أنا لازم أكون قوية. شو سر عصبية سيرين عبد النور بالفترة الأخيرة؟ عصبية؟ شو بعمل فيه هلا؟ شو بعمل فيه؟ كبه بالبسين. لا اكيد ما في عصبيه. في اوقات بيكون الانسان عم يقطع بفتره هيك خلقه ضيق، خليني اقول بيكون خلقه ضيق ما بيكون عصبي بس كان خلقه ضيق بمعنى انه تعبان نفسيا يعني. الاوضاع كلها على بعضها يعني مش هين الاوضاع اللي عم نمرق فيها بلبنان وانا ام يعني قبل كل شيء وضغط الاولاد ومدارس وكل شوي بيطلع لك امراض عرفت شو غير انه مش يعني في مشاكل بمهنتي يعني بدوماني هيك قطعت بفتره ثقيله شوي كانين سببت لي هاي ضيقة الخلق يعني بس انا عم كثير منيحه هلا الحمد لله قطعت مش ترجع نرجعها لا 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 طيب كان السنه التكريمات لإلك ما شاء الله مركز دور مصر طبعا ما شاء الله عنك يعني كانت سنة انه كنت مزعوجة بس ما شاء الله يعني عم نشوف في نجاحات لإلك سيرين في تكريمات في اعمال مميزة عم تنعرض يعني لإلك يعني شوي احيانا الواحد يمكن في شغلات مثلا ما بيكون راضي عنا مثلا لا لأنه الإنسان اللي عنده طموح كبير ما بيرضى حدا يحد له طموحه يعني خاصة أنه هو منه إنسان كسول أو إنسان ما عنده الشغف لشغله لعمله عطاء وقدرة وقوة فمشان هيك أوقات كتير هيك بتحس أنه بدي فيني أعطي أكتر وبدي أعطي أكتر بتزعل بس لا بالآخر يعني الحمد لله الحمد لله أنه على النجاحات اللي أنت حكيتهم أكيد الله كبير الله كبير انا ما بعرف عم تسمعني لانه بده في كثير ضجه عم نحاول قد ما فينا قديش فريد بيحاول يستوعبك وهيك يحتضنك قديش بيوقف حدك انا بشوفه ما شاء الله دائما مثل ظلك يعني وين ما بتروح عم شوفه بمصر بالفتره الاخيره كمان كان معي ايه فريد انه هيدا يعني كيف بدي اقول لك موضوع انه انا دايما بنصح البنات لما بده يقرروا يتجوزوا لازم يكون في باكج بالشخص اللي بيتجوزوا وتماما نفس الشيء للرجل لما يقرر يتجوز امراه قبل الحب لازم يكون في احترام تقدير وتكون الشخص سند لك بالوقت اللي انت بتكون فيه ضعيف او تعبان او بحاجه لمعنويات بحاجه لثقه بنفسك فهو يعني بالنسبه لي جوزي وبي ولادي وهو الداعم الاساسي لإلي طبعا نحن قربنا هلا طبعا في كاس العالم والسنه الجايه كمان انت حتحتفلي هون ببرزاتشي بالسنه الجايه نفتح صفحه جديده نفتح كل هي يعني مش ناطره انا تبلش سنه لافتح صفحه جديده انا كل يوم هو صفحه جديده بحياتي لانه انا انسان كثير بوزيتيف وبفكر دائما انه بكره افضل واحسن وغدا يوم اخر كيفك بالرياضه انت يعني هو فريد رياضي بيشدك معه مثلا لتحضر ولا كذا اي اكيد بتحمس معه اجباري لانه لما بتشوفه هو محمس فانت بتتحمس خلينا نشوف الجمال هذا يا هلا يا هلا يا مطقمين مطقمين شبعت لقاءات ولا لا ما بنشبع لا مني خلينا نشوفها خلينا نشوف هالجمال نشبع منه ايش تصير رايك باللوك وسيني ايش رايك باللوك انا ما عادش مطقمين نفس عندك جرأة تعمل هذا لوك بلا حديد بالفاشن شو بس عايشة جريئة عن جد أنا أحب كذي بس جمالك بالصدق بس يعني ما بتخافي إنه تنتقدي عادي أنا هذا الشيء متعودة عليه أنا أحب الأشياء اللي out of the box ما أحب إنه أسوي الشيء المألوف
اوكي بس المألوف فيكون سلبي فيكون ايجابي، انت بتحب تعمل المألوف السلبي شو ما كان مهم مألوف المهم نسوي شيء اوت اوف ذا بوكس. جمالك ميرسي يا حبيبه قلبي. انا كمان جمال ام باي خلي بصورش بس بسناب يلا ماي هازبند عقيل عقيل سلام شلونك شخبارك يلا لا اطيح I love you so much. I love you too. حياتي I love you. ما عرفت فيها. أول شيء ما عرف إيه نقذتني أنت أنا شو فعلاً جد شو جريئة فظيعة. طيب كأس العالم البرازيل أنت بتشجع البرازيل. مزبوط كنا عم نقول إنه أنا بوجود يعني. فريد بالبيت لما بيتحمس إجباري إنك تتحمس معه وبتصير تصرخ معه مش فاهمين شيء أنت شو صار مين ربيع مين خسر هاد الأحمر لمين والأخضر لمين بس إنه يلا منصرخ سوا. طيب شو عنا جديد؟ شو عنا أعمال؟ ما شاء الله المسلسل الأخير عم بسمع أغاني عم بسمع أغاني حلوة بدي أختار منهم طبعاً وإن شاء الله لما بختار المناسب خبركم مين يعني بس عم بسمع مصري هلأ غنى يعني أنت شوي يعني رحتي على التمثيل اخذ مني لا بدنا نفسر للناس انه نحن قطعنا بفتره كثير صعبه كان في ثوره وكان في كورونا وكان في قصه البنوك وال يعني كان راسي مش معي لحتى انا يعني بس هلا ايه عم بسمع صار لي فتره عم بسمع ما عم بيعجبني الغنيه اللي انا بدي اياها اغاني كثير حلوه ذوقك ما شاء الله عنك سرين انت تختاري اختي يعني اغانيك بتضلها اغنيتك اغانيك بعدنا لهلا بنسمع شوي منه كمان منالك اللي تقول مسيح